لما بتتعبي بتروحي للدكتور ولا بتتصرفي من نفسك؟ لا والله بتصرف من نفسي، يعني هو الكسل، لو في حاجة ضرورية يعني وحاجة كبيرة أكيد هنضطر نروح للدكتور. لا بروح للدكتور طبعا، لأن أنا هتصرف في نفسي هدي لنفسي حاجات غلط. ساعات بروح لدكتور وساعات ماما بتبقى عارفة حاجات أصلا من دكاترة وكده بتتابعهم، فباخد بنصيحتها يعني. لا بروح للدكتور، لازم أكشف، ما فيش تصرف من نفسي إزاي يعني، لازم اشوف دكتور يشوف ايه اللي عندي بالظبط يعني. حسب التعب يعني، مثلا لو انا عندي برد فبعالج نفسي بنفسي، باخد مثلا مضاد حيوي فببقى كويسه. مثلا عندي تعب بقى تاني في جسمي مثلا مش قادره ان انا لازم اروح لدكتور، فانا بروح على طول. بس ممكن بقى برد ممكن تلات ايام مثلا اربعه كده حسب برضو البرد، لقيت نفسي بقى انا تعبانه جامد بقى جالي سخونيه او الكلام ده فبروح بقى للدكتور. يعني ساعات وساعات على حسب التعب، يعني لو تعب مثلا برد وكده بنزل الصيدليه اجيب حاجه للبرد وخلاص، لكن لو تعب معده او تعب حاجه محتاجه دكتور متخصص بروح الدكتور. لو التعب عادي يعني اللي هو مثلا صداع تعب العادي برد مثلا ممكن اتصرف بنفسي، لكن لو تعب اللي هو مثلا دايخه تعبانه قوي قوي فما لا لازم نروح لدكتور بصراحه. لما بتعب بتصرف من نفسي، بس بعدها بيوم ممكن انا ابتدي اروح لدكتور على حسب الحاله اللي انا تعبت بيها ايه هي. في حاجات ممكن اتصرف فيها وفي حاجات ما ينفعش اتصرف فيها. يعني انا جات لي جلطه، اتصرف انا في الجلطه ولا اروح المستشفى واروح للدكتور؟ رحت للدكتور، رحت المستشفى على طول خدت بالك، لكن جالي دور برد اتصرف في دور البرد. على حسب التعب حقيقي يعني، هو لو وجع بطن مثلا عمري ما بروح لدكتور، لو برد مثلا برده مش بروح لدكتور، لكن لو حاجه في العظم مثلا ظهري او حاجه كده يعني لا بروح لدكتور طبعا.